اهلا وسهلا البنات، منكم كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لايف جديد معكم يسرى مجوهرات فاتين. حنايا محل كنبيعوا الذهب 18 كارة، وهو نفسه الذهب اللي كيبيعوا كلشي الذهبيه في المغرب. اي حاجه بغيتوها البنات ديروا لها كابشور دو كرون، تواصلوا معايا في الواتساب ديالي اللي هو 0620 72 17 74. نبدا لكم البنات بهذا لي زارتيكل البلاتي نشوف غير يطلع اللايف. دونك مرحبا والف مرحبا بالاول فيف، مرحبا بكم. نبدا لكم البنات بهذا لي زارتيكل اللي انا لابسه. كاين هنايا ميني سوطوار، انا غنقرب لكم. هنايا ميني سوطوار اللي كيجي بهذا الشكل هذا، فيه جوج ديال لي بوندونتيف من الجناب، وهاد التعليقه هذه اللي كتجي بحال هكا كبيره. هذا فيه 55 سنتيمتر بالنسبه للطول، الثمن ديالو 2100 درهم. لي بوندونتيف ديالو رقيقين مقويس، حين ما كيبوم بهم حتى شي حاجه. وكاين هاد الميني سوطوار هذا الاخر اللي تيجي فيه بحال هكا ربعه ديال لي بوندونتيف، جوج من هنا وجوج من هنا، وهاد لي بول هادو اللي كيكونوا هنايا لتحت، الثمن ديالو 1900 درهم. 1900 درهم لي بوندونتيف ديالو رقاق البنات، مي ما كيبوم بهم حتى شي حاجه. 1900 درهم 38000 ريال. هذا اللي كيجي بحال هكا، وهذا فيه 55 سنتيم، الثمن ديالو 42000 ريال. مرحبا مرحبا بالناس اللي بداو كيدخلوا. بارطاجيو معكم هذا اللايف في البروفيل عندكم وفي لي جروب اللي راكم داخلين ليهم. قول لهم كوثر راني بديت اللايف. منال سلام اول كومونتير. البنات نبدا لكم بلي برومو دائما. دونك هو هذا هاد الكورمات اللي كتجي بهذا الشكل هذا، كما كتلاحظوا انها كتجي سامف، ما فيها لا خريشات لا حتى شي حاجه، وكتشديها على حساب القياس ديالك. ستيل ديالها كيجي روعه، الثمن ديالها 2200 درهم. سمحوا لي البنات، 2200 درهم، 44000 ريال. بالنسبه لهنايا البغاسلي ديال الكلو هذا الرقيق، الثمن ديالو 1700 درهم. وهنايا البغاسلي ديال الكارتيه حتى هو الرقيق، هذا اللي كيجي فليكسيبل، الثمن ديالو 1800 درهم. ربي يحفظك، شكرا، الحمد لله يا ربي، شكرا بزاف. دونك البنات كيجيو بهذا الشكل هذا. انا غنقلب لكم الكاميرا باش نوريهم لكم. فوالا الشكل اللي نقاد لكم الكلو، فوالا الشكل ديالهم. هنايا الكورميت اللي قلت لكم دايره 2200 درهم، البغاسلي ديال الكلو الثمن ديالو 1700 درهم، والبغاسلي ديال الكارتيه اللي الثمن ديالو 1800 درهم. وبيان سيغ راه كاينين الخواتم ديالهم، انا لابسه لكم هنايا الخاتم ديال الكارتيه الثمن ديالو 600 درهم، 12000 ريال، والخاتم ديال الكلو الثمن ديالو 800 درهم. هادشي بالناس كامل راه بروموسيون. فوالا دونك اللي بغاتهم دير لهم كابتشور دو كرون، تواصل معنا في الواتساب 0620 72 17 74. صوفي السلام، زياد السلام، مرحبا مرحبا بكم البنات كاملين. هنايا لابسه لكم في ايد الاخرى الخواتم ديال الاناناسه اللي كيجيو بهذا الشكل هذا، اللي كيكون كيبان بحال اللي فيه ثلاثه، وكيجي بحال هكا غليظ من القدام ومن اللور. ها هو الطابع ديال الذهب ديالو، راه كيبان لكم. الثمن ديالو كيجي ب 2700 درهم، 2700 درهم. دونك 54000 ريال. اللي بغاتو دير ليه كابتشور دو كرون تواصل معنا في الواتساب. كيجي شي حاجه اللي عاطي النظره، انا نلبسو لكم بوحديتو، كيجي شي حاجه اللي معمره اليد وعاطي النظره، وشي حاجه اللي قاصحه البنات، راه مضوبل من الداخل. هانتوما البنات من الداخل كيفاش كيجي عامر، وشي حاجه اللي زوينه، لا ما مضوبلش من الداخل. انا غنقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا، مي عامر هانتوما. فوالا شوفوا من داخل كيفاش داير، شفتو شي حاجه اللي غزاله. وهنايا الطابع ديال الذهب اللي كيبان لكم، هادو راه كيبانوا بحال ثلاثه اللي مفرقين، هما لا راه مجموعين، راه ملاصقين مع بعضياتهم. 2700 درهم البنات، 54000 ريال. بغاسلي كلو كبير، بغاسلي كلو الكبير داير. بالنسبه للبنات اللي كيصوني ليا في الواتساب، راني دايره دابا اللايف ما عنديش فاش ندير نجاوبكم. بالنسبه للبغاسلي كلو كبير داير 3500 درهم. نعاود نوريكم حتى هذا الخاتم هذا ديال الاناناسه اللي كيجيو فيه ربعه ديال لي فوا، هذا داير 1300 درهم، وكاين اللي فيه ثلاثه ديال لي فوا داير 1200 درهم. وحتى هو على هذا الشكل كيجي من الداخل، شي حاجه اللي صحيحه وقاصحه. هنايا الطابع ديال الذهب ديالو، وكيجي باين في اليديده، شي حاجه اللي قاصحه وصحيحه ديال دائما.
منى الكيلاني حدايا الخوات الخوات انا غنوريهم لك حبيبات. وكاينه البنات حتى الكوغميط ديال الاناناسه، وهاد الخواتم راهم بجوج راه كيتمشاو معاها، يعني اللي بغات تاخذ الكوغميط والخاتم هادو راه بجوج كيتمشاو معاها. فيها حتى هي ربعه ديال لي فوا، هادي اللي السلسله ديالها غليظه هادي الكبيره، وكيكونوا فيها هاد الخريشات هذا. شكرا سعاد على البارطاج. دونك كيكونوا فيها هاد الخريشات هادو بهذا الشكل، الثمن ديالها 2800 درهم، 2800 درهم اللي هي 56000 ريال. كيجي بهذا الشكل هذا، 56000 ريال الكوغميط ديال الايد. الخاتم هذا الكبير داير 2700 درهم، 54000 ريال. وهذا اللي فيه ربعه ديال لي فوا الثمن ديالو 1300 درهم. اي موديل بغيتوها البنات مرحبا، ديروا لي كابتشور دكرون وتواصلوا معايا في الواتساب 0620 72 17 74. بالنسبه للسيده اللي سولتني على الخواتم 3D انا غنوريهم ليك. كاين هذا ديال 900 درهم اللي كيجي بهذا الشكل. المهم هادو راه عندهم لي زونسومبل ديالهم، راه غنوريهم ليكم. فوالا كيجي بهذا الشكل. وكاين اللي كبر منه شويه الثمن ديالو 1200 درهم، اللي كيجي بحال هكا الثمن ديالو 24000 ريال، تقريبا 120 الاورو على هذا الشكل من الداخل. بيان سور هنايا غيبان لكم الطابع ديال الذهب. رقم الواتساب حبيبتي ريما هو 0620 72 17 74. انا غنخلي لكم افانكلي راني نسيت، 0620 72 17 74. هذا هو نيمو التليفون ديالي في الابيل وحتى في الواتساب. دونك اللي بغات اي حاجه تواصل معايا في الواتساب، تصيفط لي الكابتشور ديكرون ديال لارتيكل اللي بغات في الواتساب بيان سور، مع السميه والكنيه رقم التليفون والعنوان. البنات اي حاجه خديتوها من عندنا راه ممكن تستافدوا من هذا لو كوردومان اللي كيجي بهذا الشكل هذا، اللي نورمالمون حنا الا خديتي بوحديتو كتاخدي ب 600 درهم، مي دابا الا خديتي مع اي ارتيكل اخرى كيبقى لك غير ب 400 درهم، يعني كيبقى لك غير ب 8000 ريال. وهانتوما هنا راه كديروا على حساب القياس ديالكم. انا غادا نزيرو في يدي. فوالا دونك تيجي بهذا الشكل هذا. دونك الا خديتو مع اي حاجه اخرى كتاخذوه غير ب 400 درهم، وراه فيه لي كولور البنات، كاين في الكحل في الفير وفي لو روج. دونك اللي بغاتو دير لي كابتور ديكرون. الكارتيه ايمان اللي في ايدي هو هذا، الثمن ديالو 1800 درهم، وكاين هذا الكلو 1700 درهم، وهذا الكوغميط 2200 درهم. انا غنعاود نقلب لك الكاميرا باش تشوفيهم عن قرب. فوالا، وهاد البغاسل ديال الكارتيه البنات راه فليكسيبل. انا غنحيدو باش نوريه ليكم. ها نتوما البنات شوفوا هذا كيفاش كيتلوى، راه تلويوه كما بغيتو، يعني ما تخافوش منه انه يتكراد ولا شي حاجه، لانه هو اصلا فليكسيبل، شي حاجه اللي زوينه بزاف. وبيان سور راه هي السداده ديالو مع هاد السداده ديال السيكوريتي، الثمن ديالو 1000. وملي كتوركوا عليه هكا راه ما كيبومبي ما حتى شي حاجه، راه قوي صح وشاد فراسو. الثمن ديالو 1800 درهم، 36000 ريال. ام اسراء قولي لي حبيبتي اش من واحد ديال الاناناسه، واش هذا ديال 1300 درهم ولا هذا ديال 2700 درهم؟ طوانك ديال ديما يكونوا رخاص وباينين. مرحبا ام نور. كاينين حبيباتي كاينين هادو، هذا لونسومبل 3D في سلسله التعليقات، السلسله دائما كتجي ديال الكورميط مع هذا لونسومبل. والحلقات، الحلقات راهم كبارين، هادو الثمن ديالهم 1300 درهم. ام انور 1300 درهم. شي خاتم قلوي ب 900 درهم، لا الخاتم قلوي ما عندناش داير 900 درهم نانو. دونك هما هادو الحلقات وراهم كيجيو باينين، راه تقريبا كيجيو قريب للبصمه ديال صبعي تقريبا تقريبا. دونك تيجيو شي حاجه اللي باينه، اللي بغات تشوفهم ملبوسين تواصل معايا في الواتساب ونوريهم ليها ملبوسين. اختي واش فيه طاي كبيره؟ ايمان واش البغاس لي كارتي هذا؟ نشوف لك حبيباتي، خلي لي القياس ديالك وراه نوجدوه، حيت القياسات راه كنوجدوهم، غا هو الا كان
القياس الكبير بزاف يقدر يجي زايد شويه في الثمن باش اوتوماتيكمون كيبقى شويه قاصح. واش كديروا لا ليفغازون دورتموند المانيا؟ لا حبيباتي ما كنديروش لا ليفغازون خارج المغرب. دونك البنات هاد لونسومبل هذا داير 2500 درهم في السلسله بالتعليقه والحلقات انا نشوف لكم كاين هنايا لونسومبل الصغار ديالو اللي كيجي بهذا الشكل هذا. بلاتي نقاد لكم غير الخاتم والغورميت. دونك البنات كاين هذا لونسومبل الصغار ديالو ديال 3 دي اللي كيجي بهذا الشكل. هانتوما باش تعرفوا الفرق فوالا كيجي بهذا الشكل. هنايا كاين اونسومبل كامل اللي فيه السلسله بالتعليقه مع السلسله ديال الفرصه الكوغميت الخاتم والحلقات. بالنسبه اللي بغى الثمن ديال كل حاجه كتجي السلسله بالتعليقه ب 900 درهم، الحلقه 950 درهم، الخاتم 900 درهم والكوغميت 800 درهم. بالنسبه لونسومبل كامل دايرين دابا بروموسيون 3300 درهم. خويا سعيد لا ما عندناش خواتم مدرجال للزواج. مرحبا اختي دلال، انا محتاجه دابا شي حاجه لي تخو شارجي، ما تواصلي معايا في الواتساب ونوريك بشحال السطوار اللي دايره. فاطمه الزهره هذا القصير هذا داير 2100 درهم وهذا داير 1900 درهم. دونك هو هذا البنات لونسومبل اللي بغاتو دير ليه كابتور ديكرون تواصل معنا في الواتساب 06 20 72 17 74. ايناس نعمة التعامل تبارك الله عليكم. لا لاهلاه خطك حبيبتي ايناس ومرحبا بك. وريلي اشكال الخواتم قلوي حبيبتي. خاتم قلوي حدايا حاليا واحد هو اللي كاين داير 1250 درهم، هو ديال قلوي اللي عندنا حاليا. وديجا حنا دايرين البراسلي هاد الكوردون مان ديال قلوي نورمالمون. حنا الا بغيتي بوحديته كتاخدي ب 600 درهم، مي الا بغيتي مع اي حاجه اخرى كتاخدي غير ب 400 درهم. يعني مثال خديتي هاد الخاتم هذا ديال الكارتي ب 600 درهم راه كتاخدي هذا غير ب 400 درهم، اولا خديتي هذا ديال المسمار ب 800 درهم كتاخدي هذا غير ب 400 درهم عوض 600 درهم. واش الا خديتي الكارتي والكلو مع الخاتم ديالهم كتنقصوا شي حاجه؟ نقص اكثر من هكاك، اكثر من الخاتم ديال 600 درهم واش غنقصوا فيه مازال؟ راه ديجا حبيبتي ناقصين يعني راه ثمن. وتخيلي معايا براسلي براسلي على قدو ب 1700 درهم، راه تمشي عند هيبي اخر راه كورميت تقول لي بغيت كورميت ب 1700 درهم غيعطيك شي كورميت اللي ميته ما بيناش كاع. المحل ديالنا خويا سعيد كان في مدينة 16 وكان وصل السلعة فابور في المغرب كامل. كاين البنات لونسومبل ديال الحنش اللي كيجي بهذا الشكل بالنسبه لعشاق هذا الموديل هذا. الكوغميت اللي كتجي بهذا الشكل سامبل فيها بحال هكا حجيرات مسيرتين دائما مزيان، الخاتم الحلقات والسلسله بالتعليقه. لونسومبل كامل داير 4600 درهم، 92000 ريال 4600 درهم. عائشه وي حبيبتي هذا السطوار هذا عنده الحلقات ديالو وعنده حتى الكوغميت ديالو، تواصلي معايا في الواتساب ونوريهم لك. وحتى هذا حتى هو راه عنده الكوغميت والحلقات. مرحبا اختي امال غنوريك الخواتم ديال الزواج غير بقاي معايا. كاين هذا البنات اللي كبير تيجي بهذا الشكل بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه اللي باينه وعاطيه النظره، الثمن ديالو 3500 درهم 70000 ريال. تيجيو فيه الحجيرات دائما مسيرتين مزيان والشكل ديالو بحال العوينه في ثلاثه. هذا البنات جوج ديال لي زاليونس او سوليتير الوسط، الثمن ديالو 3500 درهم. بالنسبه لهنايا كاين هذا سوليتير اللي كيجي فيه واحد بالنسبه للناس اللي كيبغيوش يلبسوا الاليونس والسوليتير. انا نقلب لكم الثمن ديالو 1700 درهم 34000 ريال. شوفوا الشكل ديالو البنات كيحمق. دونك اللي بغاتو دير لي كابتور ديكرون ام زكريا حبيبتي دابا عندي غير هاد البراسليت اللي لابسه في يدي هما اللي حدايا. شوفي انت هي الموديلات اللي بغيتي بحالاش وتواصلي معايا في الواتساب ونوريك قياس الطول ديال الكورميت ديال اليد. هاد الكورميت هادي حبيبتي ريما خلي لي ميساج في الواتساب ونعبرها لك. غالبا كتكون فيها 20 سنتيمتر تقريبا، لي كورميت كاملين كتكون فيهم 20 سنتيمتر. مالك حبيبتي هاد السطوار هذا في 55 سنتيم الثمن ديالو 2100 درهم، وهذا اللي طويل هذا راه طويل منه. المهم شوفوا نتوما الفرق، هذا داير 1900 درهم.
دونك هاد هاد السوليتير البنات الثمن ديالو 1700 درهم. اللي بغاتو دير ليه كابتور ديكرون تواصل معايا في الواتساب 0620 72 17 74. كاين هاد المارياج البنات اللي الثمن ديالو 2100 درهم كيجي بحال هكا 42000 ريال تقريبا 210 الاورو. السوليتير ديالو كيجي بهذا الشكل هذا والاليونس سامبل دائما حجرات المسرسي مزيان. وهنايا الطابع ديال الذهب ديالو بيان سور القياسات كاملين كاينين 2100 درهم البنات 42000 ريال. المهم ما تنساوش البنات ديروا كابتور ديكرون، ديروا كابتور ديكرون اللي بغات اي حاجه وتواصل معايا في الواتساب 0620 72 17 74. وهادو البنات راه من لي مارياج اللي ما تيشدوش نهائيا في السويجه. نتوما انا راني لابسه الصوف ونهائيا ما كيشدش. بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش كيشد ولا راه ما تيشدش نهائيا البنات. كاين هنايا عاوتاني هاد المارياج هذا اللي كيحمقكم بزاف الثمن ديالو 1300 درهم 26000 ريال. حتى هو البنات راه ما كيشدش نهائيا في الصوف ولا في اي حاجه يعني نهائيا. واش يشد لك في الثوب كيجي بهذا الشكل هذا كيحمق. اللي بغاتو دير ليه كابتور ديكرون. الكورميط بالنسبه للقلوي هو هذا، هذا داير نورمالمون 600 درهم اللي بغاتو بوحديته، اللي بغاتو مع شي حاجه اخرى كتاخذوا غير ب 400 درهم. نوريكم الكورميط اللي لابسه في الايد الاخرى دونك بحال هكا. هاد الكورميط هادي الثمن ديالها 2200 درهم. هنايا البغاسلي بلاتي نقاد لكم، هنايا البغاسلي ديال الكلو الثمن ديالو 1700 درهم والبغاسلي ديال الكارتيه الثمن ديالو 1800 درهم. مرحبا اختي ام شاهيناز ام امينه صور لنا حلقات. الزين ديالي انا كنوريك دابا في لي زونسومبل وراه فيهم الحلقات، اي حاجه بغيتيها مرحبا. نكمل لك غير المارياجات. كاين عاوتاني البنات هاد المارياج هذا حتى هو اللي كيجي غزال. السوليتير ديالو حتى هو دائما ما كيشدش في الصوف. انا راني لابسه لكم الصوف البنات، راه ما كيشدش نهائيا في الحوايج بصفه عامه، وعلى خصوصا الصوف راه هو كيقلب فياش يشد. السطوار اللي في عنق ليلى، هانتوما انا نقرب لكم البنات. هذا اللي قصير الثمن ديالو 2100 درهم في 55 سنتيمتر. انا راكم عارفين غير مع الفولار شويه كتجي شويه قاديه معنكشه. وهذا اللي طويل عليه الثمن ديالو 1900 درهم 38000 ريال. ونعاود نقول لكم نقلب لكم الكاميرا على حساب هذا المارياج هذا الثمن ديالو 2100 درهم. ديروا كابتور ديكرون البنات لي زارتيك اللي كتعجبكم. وهنايا الطابع ديال الذهب ديالو بلاتي نحيد لكم، هنايا الطابع ديال الذهب ديالو البنات 2100 درهم 42000 ريال. اللي بغاتو دير ليه كابتور ديكرون تواصل معايا في الواتساب 0620 72 17 74. نحاول نقرا شويه الكومونتير. عفاك داك السطوار اللي في عنقك شحال ليلى حبيبتي؟ هاد القصير ديال 2100 درهم وهذا اللي طول منه ديال 1900 درهم. المهم البنات انا كتسولوني على السطوار، راني قلت الثمن ديالو ما وريتينيش. اشنو نوريك حبيبتي منال؟ عاودي خليتي لي الميساج اختي. عافاك داك السطوار اللي في عنقك. دونك انا قلت لكم حبيبتي الثمن 2100 درهم وهذا 1900 درهم. ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه محشور يوم القيامه. البراسلي ديال كارتيه في القياس الصغير شحال كيدير حبيبتي؟ نيس نورمالمون هذا انا نيت اللي لابسه راه طاي صغير ماشي كبير، طاي اللي طاي تقريبا كاملين تيكونوا نفس الثمن الا كان القياس اللي كبير. اوتوماتيكمون كنديروا ليهم زايد شويه في الوزن، كيتزاد تقريبا بديك 100 درهم. اما هذا راه نورمالمون طاي صغير ولا متوسط كاملين 1800 درهم. وحتى هذا ديال الكلو جاك الشال زوين. شكرا حبيبتي، شكرا لكم البنات بزاف. هنايا انا غنعاود نوريكم هادو ديال الفراشات راكم كيعجبكم بزاف. فوالا اللي كتجي فيه السنسله بالتعليقات ديالها على هذا الشكل الثمن ديالها 1000 درهم والحلقات ديالها دايرين 800 درهم. الحلقات كيجيو بهذا الشكل. وكاين البنات كاين البنات هذا ديالها الله يحيد لك بلاتي
وحلت انا مع هذا. لا صافي راه حيت كانت في غورميت اخرى انا ما شفتهاش. دونك هنا البنات كاين هذا الخلخال ديال الايد انا غنلبسو لكم، الثمن ديالو 900 درهم. البنات الخلخال ديال الايد ديال الفراشات 900 درهم اللي هي 18000 ريال تقريبا 90 ديال الاورو. دونك اللي بغاتو دير ليه كابتور ديكرون تواصل معنا في الواتساب 0620 72 17 74. وكاينه الكوغميطه البنات ديالها حتى هي بنفس الموديل الثمن ديالها 700 درهم. دونك اللي بغيتو البنات سواء الخلخال سواء الكوغميط ديال الايد. اختي ما جاوبتينيش كوغميطه ديال الخريشات. كورميطة خريشات راه ما حدايش دابا حبيباتي، اللي حدايا هي اللي حدايا هي هذه ديال الاناناسه اللي فيها الخريشات. بغيتي بحال ديال الخريشات خلي لي ميساج في الواتساب ونخليها لك حبيباتي حيت ما حدايش. لاتي كيطيروا لي كومونتير. اختي السميه عفاك ديال داك السطوار مول 1900 درهم واش خفيف؟ ما عرفتش حبيباتي السميه ديالو هو خفيف. اه راه سي نورمال غادي يكون خفيف، راه ما غاديش يكون ثقيل حتى على حساب ثمنه، ولكن راه قاصح. راه اللي كيهمك هو الصح، راه شحال من حاجه كتكون ثقيله ما كترطى، وشحال من حاجه كتكون خفيفه ولكن متقونه كتكون صحيحه. دونك البنات هذا راه رقيق، البوندونسيف راه رقيق كما كيبان لكم، مي راه ما كيترطى ما كيتعوج ما حتى شي حاجه. ها نتوما راه شاد في الصح. المهم قولي لي السطوار مول المعينات حيت الشكل ديالو بحال المعينات شفتو. وخليو لي البنات ميساج اللي بغات اي حاجه تواصل معايا في الواتساب 0620 72 17 74. اختي ورينا كورميط ديال العنق كدير مليون وريها لي عافاك. ما كايناش حبيباتي ميس. اختي ما جاوبتينيش كورميط خريشات، انا جاوبتك انا بغيت صغر منه صغر منه. ما عقلتش شنو كنت وريتك لحقاش ايدي صغيره. ماشي مشكل حبيباتي راه كاينين القياسات، كنظن كتهضري على البغاصلي، راه كاينين القياسات تواصلي معايا في الواتساب وراح راه كنجيبوهم. راه ولاو كون قياس ما كاينش راه كنجيبوهم. وعاد انا يدي راه كتبان عامره، كتبان لباسه وانا راه يدي ما عامراش. كنحاول نقرا شويه لي كومونتير. سطوار من غير هذا اللي لابسه في حدود 2000 درهم. هادو حبيباتي هما اللي عندنا في هاد الحدود، اما الاخرين كاملين كيكونوا اكثر منهم في الثمن. براسلي كلوب فاطمه هو هذا داير 1700 درهم، وكاين حتى الخاتم ديالو داير 800 درهم، وكاين حتى هاد الخاتم هذا ديال الكارتيان. نتوما عرفتي مع بعضياتهم كيجيو تيحمقوا الخواتم بجوج، وبيان سيغ البراسليات بجوج، وبيان سيغ اللي بغات غير واحد فيهم راه ممكن. الخاتم ديال الكارتيان البنات داير 600 درهم 12000 ريال، والخاتم ديال الكلو 800 درهم 16000 ريال. البغاسلي ديال الكلو 1700 درهم، والبغاسلي ديال الكارتي هادو الرقاقه البنات 1800 درهم. واش الخاتم كلو خاوي في الدوره؟ لا ما خاويش. انا نقلب لكم الكاميرا باش تشوفي. ها انتم هذا هو الخاتم ديال الكلو ديال 800 درهم البنات. ها انتم شفتو هو هذا، وغنوريكم حتى الكارتي ديال 600 درهم. هذا ديال 600 درهم البنات، شوفوا كيفاش داير. شفتو هذا 600 درهم 12000 ريال. ورينا اديل شني الدبل زعما المارياجات. مارياجات الزين ديالي راني يلاه دوزتهم. انا غنعاود انتي هذا نيت انا لابسه في يدي داير 2100 درهم، هذا 1300 درهم، هذا 3500 درهم، وهذا 2100 درهم البنات. غادا نوريكم دابا الخواتم العاديين بالنسبه لهاد الخواتم هادو ديال حريم السلطان اللي كيعجبوكم فيهم لي كولور. تيتال دابا عاد قلتها لي وقلتها لهم شي مرات. صافي الله يحفظك. قالك الى الذكرى تنفع المؤمنين. اه تي كتبتيها
كتبتها واحد السيده هنا اللي الذكرى تنفع دونك كتجي بهذا الشكل هذا الخاتم الثمن ديالو 1100 درهم هادو لي كولور اللي كاينين وكاين نورمالمون حتى في الزرق دونك فيه بحال هكا هاد الحجيرات كيجيو في لي كولور الثمن ديالو 1100 درهم البنات انا غنقلب لكم الكاميرا نوريهم لكم بلاتي نلبس لكم الالوان بثلاثه فوالا هادو دايرين 1100 درهم البنات هانتوما كاين هاد الابيض هذا تقدروا ديروه كمارياج كيجي غزال كيجي فحال السوليتير كاين هذا في الغوص فوشيا هذا في الفاغ رويال بيان سور هاد الطابع ديالهم وراه كاين حتى في الزرار غير ما حدايش دابا وكاين اللي بحالهم ثاني ما فيهش الحجر هنا في الجناب انا نوريه لكم خاتم الفيس واش قاصح وي حبيباتي قاصحين كاملين قاصحين دونك تيجيو بحال هكا البنات ديرو كابتشور داك خون 1100 درهم 22000 ريال شكرا ليك حبيبتي ليلى مقبله كدير ليا في لي كور لهلي خطيك كارتي شحال فيه في الارض عريض يكون شحال يكون واحد مليمات خلص ما عرفتش بلاتي نشوف مستاره لا في 2 مليمتر في جوج ديال لي مليمتر البنات هذا في ليبيسور ديالو هنا في جوج ديال لي مليمتر 2 مليمتر عاوتاني البنات كاينين هادو اللي قلت لكم ما فيهمش الحجر كيجيو بهذا الشكل هذا حتى هما فيهم نفس لي كولور اللي في هادو هنايا اللي لقيت حدايا هو في الزرق وفي الغوص فوشيا هادو دايرين 1200 درهم 1200 درهم هذا صغار عليا شويه ماشي مشكل حتى هذا المهم هادو جوج مجاوني صغار شويه مي ماشي مشكل 1200 درهم البنات الاخرين اللي فيهم الحجر 1100 درهم هما هادو 1200 درهم فوالا لي كولور في الغوص فوشيا ما كاينش الاحمر بزاف ناس كيسولوني على الاحمر هذا راه غوص فوشيا تيبان لكم بعض المرات احمر وفوالا فيه الشبيكه من الوسط دائما الطابع ديال الذهب هو تيبان لكم 1200 درهم 24000 ريال تقريبا 120 الاورو دونك ديروا ليه كابتشور دكرون البنات اللي بغاتو تواصل معايا في الواتساب 0 26 72 17 4 70 ناري لبست خواتم صغار عليا القياسات البنات بالنسبه للخواتم راهم كاينين كارتي براسلي باك شحال انا شحال لابستي الحوايج وكاين الصهد كارتي داير 1800 درهم ولا باك داير 600 درهم لا باك 600 درهم والبغاسلي 1800 درهم بالنسبه للحياه ورينا لي بوكل واخا حبيباتي لي بوكل انا كنوريهم لكم مع لي زونسومبل هنايا البنات كاين هاد لونسومبل هذا ديال الخريشات اللي كتجي فيه السنسله بالتعليقات ديالها بحال هكا الثمن ديالهم 700 درهم الكوغميط حتى هي 700 درهم هاد الحلقه 700 درهم ولا 800 درهم حليمه هاد الحلقه 700 درهم ولا 800 درهم ديال الخريشات السلسله الخريشات الجديده مشيت هنا الحلقه البنات 700 درهم 14000 ريال السلسله بالتعليقات ديالها 14000 ريال والكوغميط حتى هي بالخريشات ديالها 14000 ريال اللي بغات اي حاجه دير لها كابتشور دكرون وتواصل معنا في الواتساب 0 26 72 17 74 حبيباتي وريني براسلي ولات ملي جات 50000 ريال ام اميره دمالجة حبيباتي ما عندناش وبالنسبه للبراسلي كاينين هادو هما اللي عندنا قرابين لهذاك الثمن هذا داير 1800 درهم وهذا داير 1700 درهم
عفاك قولي البشرى نسيتيني ما جاوبتينيش. غتجاوبك حبيبتي ريما غتجاوبك، راك عارفه بعد ما كيكون غير الضغط غتجاوبك. كوني هانيه على حلقات كلو صافي دابا نقولها لا تبارك الله عليك تستاهل. لا اختك حبيبتي ليلى. واش ذهب ويتيكو ذهب 18 كاره اللي كيبيعوا الذهبيه كاملين كيوصلك بالروسي والكارونتي والكادو اللي كنشكرك بيه على الثقه ديالك فينا. عفاك 3 دي منال الكيلاني حبيباتي. بالنسبه ل 3 دي انا ديجا وريتكم هنايا جوج ديال لي زونسومبل، هذا اللي الثمن ديالو 3300 درهم في السلسله بتعليقه الحلقات الخاتم والغورميت، وهذا اللي فيه الحلقات والسلسله بتعليقه الثمن ديالو 2500 درهم. دونك هما هادو دير لهم كابتشيغ دو كرون، تواصلي معنا في الواتساب 0 26 72 17 74. وكاين بيان سور هاد الخاتم هذا ديال 3 دي اللي الثمن ديالو 1200 درهم، 1200 درهم البنات 24000 ريال. اللي بغاتو دير لي كابتشيغ دو كرون تواصل معنا في الواتساب 0 26 72 17 74. كاين هذا البنات هذا ديال الشهده ولا ديال الشوبا، كل واحد واش كيقول ليه. الخاتم الثمن ديالو 1700 درهم، وهذا غنقلب لكم الكاميرا لان بزاف الناس ما كيفهموش الشكل ديالو كيفاش داير. فوالا داير بحال هكا سامبل ما فيه لا حجر لا حتى شي حاجه، دائما الطابع انا كنوريه لكم. الثمن ديالو 1700 درهم 34000 ريال. نقرا شويه لي كومونتير. غورميت لي لابسه بخي هذه دايره 2200 درهم، سناء دي 2200 درهم 44000 ريال. السلام عليكم. بشحال الثمن ديال التمليج اللي دايره؟ هادو حبيباتي دي براسلي نوره ماشي دمالج، هادو دي براسلي، هذا داير 1700 درهم وهذا داير 1800 درهم مع الخواتم، وكاينين الخواتم ديالهم البنات، هذا 800 درهم وهذا 600 درهم. وريني السوطوار بلاتي بلاتي، ما كاينش بحال هادو نتاع 1200 درهم، ما كاينش الموف. لا الموف حبيبتي ليلى لا ما كاينش، او الموف كون كان بصح كان غيكون خطير، انا كيحمقني الموف. وريني السوطوار يكون زايدين الثمن والطول. مرحبا ام زيد، تواصلي معايا الزين ديالي في الواتساب وغنوريك لي سوطوار كاملين اللي عندنا. بالنسبه لطنجه حبيبتي ناديه ليفغور ديالنا اللي كيديها لك حتى لعندك. اي حاجه البنات بغيتوها ديروا لها كابتور دو كرون، تواصلوا معايا في الواتساب 0 26 72 17 74. الهام المسكازاك لينا ديالكم تي مالك وعلى فاتين وقولي لسعاد مبروك زياده من الرفيسه. اويلي ماشي سعاد اللي ولدت، سعاد باقا ما تزوجتش راه عزيزه اللي ولدت، عزيزه اللي كانت كدير لايف نهار الاثنين هي اللي ولدت، وحق في الجنه، حق في الجنه. وسلام كيوصل حبيبتي الهام. سعاد تفايلات عليك الهام باللي غتولدي، قالت لي قولي لسعاد مبروك الزياده وحقي من الرفيسه. مارياج بخي دو باكلو، باكلو حبيبتي 800 درهم 16000 ريال. ورينا دي زونسون بلديين. مرحبا الزين ديالي لميز، تواصلي معايا في الواتساب 0 26 72 17 74 ونوريك. راه كاينين بزاف ديال لي موديل بلديين هنايا البنات، محبوبه الجماهير. اسم على مسمى اللي كتجي السلسله بالتعليقات ديالها دايره 800 درهم، الحلقه 800 درهم والكوغميت 800 درهم. لي بوندونتيف البنات شي حاجه الصح والعمل قاصحين وديال دائما، وحتى الموديل ديالهم روعه 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 وتعجبكم بزاف. دونك اللي بغاتهم دير لهم كابتور دو كرون، تواصل معنا في الواتساب 0 26 72 17 74. نسيت ما وريتكمش واحد لاباك، هذا ديال الخميسه اللي الثمن ديالو 1100 درهم، 1100 درهم 22000 ريال، 22000 ريال. البنات اللي بغاتو دير لي كابتور دو كرون تواصل معنا في الواتساب 0 26 72 17 74. بغيت نوريكم البنات حتى هاد السنيسلات ديال النجيمات اللي كيجيو بحال هكا. هاد النجيمه كتجي اون بلاستيك مي اللون ديالها كيبان بحال ليزاج ولا شي حاجه. سنيسله دائما ديال الفرصه، الثمن ديالها 550 درهم 11000 ريال. وهادو لي كولور اللي كاينين، كاين في الكري نوار الابيض و النوار. دونك اللي بغاتهم دير لهم كابتشور دو كرون تواصل معنا في الواتساب 0 26 72 17 74.
غورميت اللي لابسه سناء حبيبتي هذه 2200 درهم 44 الف ريال. سمير مرحبا، انا غنعاود نوريك المارياجات. قولي شحال واش وري هكاك. نانو ما فهمتش حبيباتي شحال غورميت اللي في يدك، دايره 2200 درهم نانو. عتيقه 2200 درهم. لبنى مدينة، حنا في مدينة سطات حبيباتي، وكنوصل السلعة فابور في المغرب كامل، بس ما اللزين ديالي ما كنقدروش نصيفطو خارج المغرب. ما الا عندك حبابك هنا في المغرب نصيفطو لهم اي حاجة حتى لعندك. 2200 درهم. بنور ليلى، شناهو حبيباتي 2200 درهم شناهي؟ عفاك فكريني، راني كنسى، كنقرا لي كومونتير وكنسى. عفاك قولي البشرى، راه نسيتيني، قلتها لك حبيباتي ريما، غنقولها لها كوني هانية. سطات قصرية الرجاء وتيدير التوصيل. تبارك الله عليك حبيبتي ريما، كتعاونيني على الجواب لي كومونتير لي خطاك. شحال سلسله الايد هذه؟ دايره 2200 درهم. البنات دائما كاينين الهميزات، ها هو كاين هذا الكلو داير غير 1800 درهم، وهذا راه كيما وريتكم البنات راه كيجي فليكسيبل. فوالا لوي كيما بغيتي، ما تخافي كاع يتكراد ولا يتعوج ولا شي حاجه تصح والعمل. وبيان سيغ ملي كتسديه هنا راه كيجي عادي، ما كيبومبي ما حتى شي حاجه. الثمن ديالو 1800 درهم، وكاين حتى الخاتم ديالو حتى هو 1800 الخاتم ديالو 600 درهم 12000 ريال. لاباك ديال الكلو الثمن ديالو 800 درهم. صوفيا شحال السلسله د اليد؟ 2200 درهم حبيبتي خديجه. سلام عفاك ورينا براسلي فيس اكبر من هذاك. براسلي فيس اللي كبر من هذا داير 3000 درهم. ام احمد تواصلي معايا في الواتساب ونوريهم لك. شحال كدير لي سوطوار اللي في عنقك؟ هذا الفوقاني داير 2100 درهم، وهذا الاخر داير 1900 درهم. 3 دي خاتم قياس كبير وسيخ. ام خالد ما فهمتش حبيباتي القياسات، تواصلي معايا في الواتساب نشوف لك واش كاين. والشي الاخر اللي قلتي لي موراه ما عرفتش. الثمن ديال لي براسلي بجوج وخواتمهم. البراسلي حبيباتي ديال الكلو 1700 درهم، الخاتم ديالو 800 درهم، والبراسلي ديال الفيس 1800 درهم، والخاتم ديالو 600 درهم. البنات اللي ما بغاش يدير ذهب مع بيجو تخيفاتين. شحال كيدير السطوار اللي في عنقك؟ هاد القصير هذا داير 2100 درهم، وهذا 1900 درهم. ام خالد الثمن ديال لي براسلي بجوج، خاتم رافينيتي. غافينيتي حبيبتي ما كاينش حاليا في السطوك اختي ليلى. مرحبا بكم عند فاتين. فاطمه لهلي خطيك. خديجه الزين ديالي، انا كنقرا لي كومونتير وتنحاول نجاوب. ريما انا يسرى حبيباتي. فاتن خاتم شبر واش قاصح؟ الخاتم انا قريتو الشبار. تي ناضيه شتي خاصك تبقى حدا يكون دير لي لايف. قاصح حبيبتي الصح والعمل، كنتي كتهضري على هذا راه الصح والعمل، وديال دائما، وتقدري تلبسي حتى في الحضور لان تيجي عاطي النظره. خاتم رافينيتي ما يكونش كبير. إلهام من كازا. ويمكن نحاول نقرا شويه لي كومونتير، كنلقى نفس لي كومونتير معودين. بغيت مارياج واعر. كاينه الواعره ايناس بيجو تخيفاتين عندها الواعر. تواصلي معايا حبيبتي في الواتساب ونوريك ان شاء الله، ضروري ما تلقاي الذوق ديالك. لي باغ افيك بيير اون كولور جاو ستوبلي. هما هادو الزين ديالي اللي كنتي كتهضري على هادو، ها هما كاينين. هادو دايرين 1100 درهم، وهادو 1200 درهم. هادو ما فيهمش الحجر في الجناب، هادو دايرين 1200 درهم، وهادو 1100 درهم. ذهب 18 كاره بالنسبه للسيده اللي كتسولو واش ذهب ولا بلاكيور. ذهب 18 كاره اللي كيبيعوا الذهبيه كاملين في المغرب كامل بالروسيو بالكارونتي وكادو من الفوق. اللي كنشكروك بيع الثقه ديالك فينا، خديت من عندكم غورميت خريشات وبغيت شي مارياج يجي معاه. حبيباتي الذهب كامل راه كيجي مع بعضياتو، غير باش تكوني عارفه. تواصلي معايا في الواتساب قولي لي الغورميت اللي خديتي ونشوف لك شي مارياج اللي يجيها قريب. وريني خاتم قلوي حشومه عليك، بغيت نشوف. واخا اختي واخا. ملي شي حد كيقول لي حشومه عليك كنحس براسي حقيره.
ها هو حبيبتي نانو، هو هذا خاتم قلوي مع الكوردون دو مان ديالو، هذا داير 1250 درهم. وانا غنقلب لك حبيبتي الكاميرا باش تشوفي، ما تبقى ليا على خاطرك. فوالا انتما راه كاين هذا اللي فيه ليفيس من جناب شفتو، وكاين الاخر سامبل اللي بغيتو راهم بحال بحال في الثمن. شوفوا نتوما شنو بغيتو، وها الطابع ديالو من اللور. دونك الثمن ديالو 1250 درهم، 25000 ريال. وريني خاتم قلوين كاين عيار 18 كاراسوس، هو اللي كاين في المغرب. مرحبا اختي وفاء، ذهب اني ذهب 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 18 كارا. الرخاو الربا خاص مشي تشري الذهب في بلاصه بلاكيور. والله حتى ميزات ومجدد. لا لا يخطق عليا حبيبتي ليلى، والله انت راه خاصك تخدمي معانا، تولي تعطيني بحال هاد العناوين نديرهم في العنوان ديال في العنوان. والله هذا خاصني ندير لي كوبي كولي نديرو في العنوان ديال اللايف. لا لا يخطق عليا. يوسف خويا هانت هذا الفوقاني داير 2100 درهم، انا غندير لكم هذا 2100 درهم وهذا 1900 درهم، وبجوجهم راه عندهم لي زونسومبل ديالهم. اي موديل بغيتو راه عندهم لي زونسومبل ديالهم. ليلى الزين ديالي صافي كما قلت ان شاء الله يجي يجي الغافينيتي راه نوريه في اللايف، ولا خلي لي ميساج في الواتساب قولي لي راه انا هي بالنور ليلى باش نعقل عليك. انا من مراكش فين كاين المحل، المحل ديالنا في مدينه سطات اختي سعيده، ولا كنتي في مراكش راه ليفغور ديالنا يدير لك داكشي حتى للدار عندك ان شاء الله. لا اختي اني ما كنديرش توصيل خارج المغرب. نعاود البنات نوريكم هاد السنيسلات هادو الخفاف ديال دائما بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعطيو كادو ولا ليكم نتوما نيت شي حاجه اللي زوينه بزاف. دايرين 700 درهم الوحده اي موديل، هادي ديال الفي ريالات، هادي فيها قفيل مع السويريت ديالو، تشوكر معينات، هادي فيها هاد الخريشات بحال هكا، وهادي ديال القليب. دونك البنات اي وحده منهم 700 درهم 14000 ريال. لا غلى على مسكين، كلشي يلبس وكلشي يدير الذهب. نون باسي موديل غيتو واتساب صافي مزيان حبيبتي صافية. نسالي نسالي ونبدا نجاوب على لي ميساج في الواتساب، نجاوبكم كاملين. ام رؤية لا يلا قريت هاد الميساج ديالك ديال مربعين بالحجر، ما عندناش حبيباتي، عندنا اللي كيكونوا بالحجر اكثر هما تخواضي، اما المربعين بالحجر ما حداناش، ما عنديش حاليا. ما يخلي لي ميساج في الواتساب نقدر نشوف لك في المحل الاخر اذا كانت شي حاجه في هاد الموديل اللي بغيتي. دونك البنات كاينه هنايا السلسله ديال الخريشات، الثمن ديالها 900 درهم، كتجي بحال هكا فيها هاد اللعيبات هادو اللي كيجيو فوق من الرقبه، وفي هاد الخريشات هابطين. هنا كاين الكوغميت ديالها اللي دايره 700 درهم، وكاينين الحلقات اللي كيجيو بهاد السداده هادي دايرين 800 درهم. اونصومبل اللي غزال، لي بوندونتيف ديالو قاصحين، ما كيترطاو حتى شي حاجه. اللي بغاتها دير لها كابتور دكرون، تواصل معنا في الواتساب 0 26 72 17 74. نقرا شويه لي كومونتير البنات. دخلي خاطر ما شاء الله عليك، ربي حوينه ربي يحفظك. لا لا يخطيك عليا حبيبتي ليلى، والله لا لا يخطيك. فين ديرك على الموت فين؟ على شحال كتوصل الامانه؟ ما كتعطلش حبيبتي ناديه، ضروري كنتصلوا بك قبل ما توصلك بنهار، والغد راه كتكون عندك ان شاء الله. بيان سور الا كنتي في البلاصه اللي كيمشي لها الليفرار ديالنا كنتي بالامانه، راه كنصيفط كنتصلوا بك قبل ما نصيفطوها، وان فوا كتوصل كنعطيك لو كود باش تمشي تاخذيها. عافاك اخوتي قول لي امتى توصل لا كوموند حبيباتي. بالنسبه للناس اللي دايرين كوموند ديال البغاس لي كلوب الخاتم ديالو هادوك، راه حنا غاديين حنا باغ اورد، حيت تيلمون بزاف ديال الناس اللي بغاو، وكاينين القياسات اللي ما تيكونوش عندنا، وحنا غاديين بالنوبه، ما يمكنش وحده يلا كوموندات هنا يومين غنصيفطو ونخليو هادي اللي كتسنى هادي سيمانه ولا 10 ايام ولا اكثر. دونك البنات حنا راه غاديين بالنوبه كلكم، راه حنا دوزنا لكم لي كوموند ديالكم، اون فوا كتوصل النوبه ديالكم وكيجي القياس ديالكم راه كنصيفطو لكم الكوموند. غير صبروا معنا واحد شويه ان شاء الله وراه غتوصلكم الكوموند ديالكم وتعجبكم. تحيه ليك اختي من سونس، وليك وحشه اختي، وربي رزقك يعيشك حبيبه سلمى يعيشك. انا راه ماما تونسيه من جندوبه. كاين عندكم الرادكو حبيبتي، ما عرفتش واش كاينين ولا لا، خلي لي ميساج ونشوف لك نصيفط لك التصاور ونشوف ديك الساعه واش باقين.
واش خاتم 3 دي صحيح؟ وي حبيبتي كلهم صحاح، كلهم لي 3 دي اللي عندنا نور كلهم صحاح، ديال 900 درهم، ديال 700 درهم، ديال 1200 درهم، ديال 1600 درهم، غير هو ديال 700 درهم حاليا ما كاينش في السطوك. وريني حلقات ديال محبوبات الجماهير كبيره، حلقات محبوبات الجماهير كبيره، يمكن طيحت انا شي حاجه. فين حلقات محبوبات الجماهير الكبيره حبيبتي؟ ما حداياش، خلي لي ميساج عافاك في الواتساب ونصيفطهم ليك. واخا فينهم؟ وريني انا ما كنشوفش. ده الخميس وها هو فضل يدك. 1 2 3 ناضي انتي. بالنسبه لمحبوبه الجماهير الكبيره فهي هذه السنسله دايره 1400 درهم، كيجيو بها هاد الخريشات هكا، الحلقات 1200 درهم، والكوغميت 1200 درهم البنات. فهما هادو، انا غنقلب لكم الكاميرا اللي بغات تشوفوا مع القرب. فوالا البنات كيجي بحال هكا، دونك هادو هما الحلقات والسنسله والكوغميت. الحلقات 1200 درهم، السنسله 1400 درهم، الكوغميت 1200 درهم. ديتي فنا انا من مراكش. لا لا خطك حبيبتي سوريا، لا لا خطكم عليا البنات. اختي بغيت الخراشش اللي كتعملوا في الكورميت اللي يد الله يعاونك. مرحبا اختي امل، واش بغيتي تشريها وعاد تركبيها انت بوحدك ولا شنو؟ الفيس الكبير داير 3000 درهم ام محمد. الرادكو حبيبتي مرس حاليا ما حداياش، تواصلي معايا في الواتساب باش نشوف لك واش كاينين ولا لا. لينا ويزين ديالي علاش غنجاوبك؟ انا كنحاول نقرا لي كومونتير كاملين، انا ساليت لي زارتيكل كنقرا لي كومونتير. اختي الكورميت شحال فيها من غرام؟ هذه حبيبتي اللي لابسه، هادو راه كيتباعوا الموديل ماشي الغرام، حيت هذه ماشي رادكو، هادو راه كيتباعوا الموديل، ولكن راها شي حاجه اللي تقيقله وقاص. والخلاص طبعا حتى توصل، وي بيان سور حبيبتي ناديه، حتى كتوصلك الكوموند عاد كتخلصيها في حاله وحده اللي كنطلبوا منك لافونس. الا كنتي باغا شي حاجه اللي كتصايب سور كوموند، يعني سلسله بالسميه، سلسله بالتصويره، شي قياس مثلا كبير ما عندناش، ما عندناش كيفاش نديروا ليه، ديك الساعه كنطلبوا لك افونس. يعني اي حاجه اللي كنجيبوها تحت الطلب ديالك، ما كايناش عندنا في لا بيجوتري وكنخدموها على يعني بحال مثلا كتكون شي سميه اللي معندكشها يعني ما قليله، ما غاديش نصايبها وتبقى عندي ولا شي حاجه، داكشي علاش كنصايبوها على قبلك. ام اريج مرحبا اختي بسلامك، دابا نقول للناس اللي تنعرف من سونس يدخلوا يتفرجوا. مرحبا اختي ليلى، مرحبا اختي وصحه السلسله الخريشات. وي حبيبتي الصح والعمل اختي، ثقتي بالله لينا والله اختي. دابا كتقول لي اختي جاوبيني، انا كنقراها اختي جاوبيني من قبيله، ما قريتش السؤال ديالك. جاتك زوينه الشده، هذا كاقول هذا درت بحال هكا، كنت دايره فوق الفولار مي حيتهم، بغيت ندير اللايف حيت بغيت نلبس هذا. والسطور 1900 درهم، كاين الكوغميت، كاين الكوغميت والحلقات، ما كاينش الخاتم ليلى، كاين الكوغميت والحلقات ديالو، الخاتم حبيبتي ما كاينش. واش عندك اللويز؟ لا حبيبتي باهيه ما عندناش اللويز. السلسله الخريشات حبيبتي صحيحه، بالنسبه للناس اللي كيسولوا على السلسله الخريشات، هادشي البنات كاملين اللي كنوريكم انا راه كيتباع الموديل ماشي الجرام، انا ديما نتبع فيها من تونس، انا عندي اصدقاء برشا في الجزائر. مرحبا اختي سلمى، حنا في المغرب، حنا في المغرب ماشي الجزائر. واش السطور دونك البنات هادو هما لي زارتيكل اللي كاينين اليوم. نتمنى هاد اللايف يكون عجبكم ولقيتو داكشي فيه اللي عجب اللي تبغيو. عجباتكم شي حاجه اخرى تواصلوا معايا في الواتساب وراه نوريها لكم. واي حاجه من هادو خليو لي الكابتور ديكرون ديالها مع المعلومات ديالكم، اون فوا نشوف الميساج راه ضروري غادي نجاوبكم كاملين. ما سخيتش بكم، نتلاقاو في لايف جاي ان شاء الله. سلامه.